مشكلتي هو انني كان عندي مشكل مع فيفاليس، جيت حاولت نحل المشكل بطريقه حبيه، وبالفعل توصلنا الى اتفاق على اساسه درنا ان نوفو كونطرا، وعلى اساس هذا النوفو كونطرا غادي يعود يقتطعوا لي 420 درهم، بينما الواقع ان ملوك يقتطعوا الدوبل. ملي جيت دابا كنريكلامي داك لو ترو بيرسو قال لي لا تسنى تا تسالي المده ديال هاد الكريدي، تسنى 5 سنين وعاد باش نرجع ونعطيوك هذاك، بحال هما عندهم ضمانه بانني غنعيش 5 سنين اخرى. دابا المشكل ملي درنا لو نوفو كونطرا قالوا لي بان لو بريليفمون سورا فيكسي 420 درهم، الواقع انهم كيقطعوا الدوبل لمده 9 شهور ولا شنو هو. انا ما ساكنش في كازا، ساكن في ولاد تيمه، كنطلع حتى لاكادير، اكادير اوكون سوليسيون، اضطريت نجي لكازا. كنمشي عندهم دابا الشهر من 31 ماي، بالفعل قال لي هادشي زون روكوني بانهم نيت كيقتطعوا الدوبل، زون روكوني بانني خاص جو ميريت ان رومبوسمون. ايه كتبوا لي اون دوموند، ها هي دوموند دو رومبوسمون ترو بيرسو. ياك قال لي صاي ديسي اون سومان اون ديزان دو جور راه غادي ندوزو لك داك المستحقات ديالك. تسنيت ان ديزان دو جور، ان كان زان دو جور والو. في الاخر كنجي عندهم كيقول لي بون تا لا فان دو موا، هذا لا فان دو موا، هذا ياك لا فان دو موا. جيت قال لي ما عندك والو، كنقطعوا لك الدوبل كنخطفوك، ولكن تنبغيو حنا تتسالي مده ديال الكريدي كامله بعد 5 سنين عاد باش نرجع ونعطيوك ديالك. كانه هو ضامن لي انا ديك 5 سنين غنعيشها، وهذا هو حكم القوي على الضعيف. كريدي انا خديتهم من عندهم تقريبا 2004، توقف الكريدي وقع ان بروبليم شويه، اش داروا؟ ناضوا كيمشيو ليا لو كونت، ما كيمشيوش لاسوس، وكياخذوا ما شاءوا، مره 2500 مره 2600 اي مبلغ فلوس لا ميتيال قمطوهم، اي مبلغ دخل الكونت ديالي السلام عليكم. الشيء اللي اضطرني انني نجي نريكلي معاهم لو بروبليم. ملي جيت ريكليت لو بروبليم اييه واخا كذا غنديروا ان دوسكي على واحد المده ديال 5 سنوات، وغادي يكون الاقتطاع هو 820 درهم. الشهر الاول بالفعل كان هذا الاقتطاع، دوزيام ما ولا لودوبل من تماك، وانا كان اونكيسي دقة تابعة دقة. ملي تقهرتني تنهكت قلت غنجي نحل معاهم المشكل، جينا قال لك ايه بصح هذا كتسال على الاخر والو، غير كتب هنا جي هنا سير هنا، حتى السيمانة الجاية تنعيطوا لك، حتى هذاك في الاخر اجي غتكتب ما عرفتي شنو هي هذيك التوسل ولا المدير وترغبوا، واش حنا تاينا عالم هذا ديال الرغب شي واحد من جل شي حاجه من حقي، واحد خاطفني ونجي نقول له الله يرحم باك المرض وعارف ما كاين حتى شي جهه ولا شنو هو غتدخل لي صالحي ولا غتنصفني ولا شنو هو. عارف هذه القضيه ميؤوس منها، علاش؟ لانهم ما تجرؤوا يديروا هذه الممارسات الا وكان ضوء اخضر او لا اضواء خضراء اشعلت امامهم من ورائهم ومن امامهم. يعني لذا كيبقى لي من العابات ومن التفاهه نقول الجهات المختصه ولا ديك الهضره الملاكه المكرره الى اخره. كنطلب الله وحده لانه هو العدل هو الانصاف.